تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف تماما. طبعا دايما بنتكلم معاكم في ان الرياضه شيء في منتهى الاهميه للحفاظ على الصحه العامه، ده بشكل عام. عملنا تقرير، نزلنا وسالنا كل الناس، يا ترى هل انتوا بتواظبوا على ممارسه الرياضه بشكل عام ولا لا؟ وفي حال ما اذا لو كانت الاجابه بنعم، طب ايه الرياضه اللي انتوا منتظمين فيها؟ دي كانت الاجابات هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير، ونطلع فاصل ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم اول فقره من فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. خليكم معانا. طبعا بحب المشي جدا، باجي اتمشى هنا وبخش تراك، وطبعا المشي رياضه وعشان وزني ينزل شويه عشان فقرات الظهر، فطبعا انا حابه المشي جدا. احنا في الوقت ده لازم الواحد يعمل اي حاجه مفيده، يعني تديله طاقه ايجابيه، اطلع الطاقه اللي جوايا. بنتمشى انا واصحابي، نقول كلمه حلوه، نعمل رياضه حلوه، فبتدي نتيجه حلوه. طبعا انا لعبت كذا رياضه من وانا صغير، انا بلعب رياضات كتير، بس حاليا دلوقتي بلعب بوكس، والحافز بتاعي الصراحه ان كان بيعملني مشاكل كتير قوي في حياتي وبتاع، واضطريت اللي هو انا اخد بقى موقف، يعني وابتدي انزل اتمرن، اغير من التكنيكس بتاعتي بقى عشان ما اتحطش المواقف دي تاني واحسن نفسي. يعني لحد ما، بس لا لعبت لعب كتير قوي، يعني لعبت كوره ولعبت فولي ولعبت سباحه 7 سنين، بس يعني بس استقريت على البوكس في الاخر. يعني انا كنت بلعب تنس، والحافز مينلي عشان يعني اختي كانت بتلعب قبليه وكانت من ابطال مصر في التنس، وانا كنت الحمد لله برده كويس جدا في التنس، كنت في منتخب مصر، وكنت بلعب بصراحه عشان انا بحب اللعبه جدا، وعشان عموما يعني الرياضه كويسه جدا للجسم وكل الكلام ده كله. والله كره القدم طبعا، يعني هوايتي من الصغر كره القدم، يعني ووصلت لحد مرحله كويسه، لحد تقريبا ثانويه عامه كنت بلعب في احدى الانديه، والحمد لله يعني. بس بقى المجال العمل خلاني اتجه بقى للعمل وابعد عن الكوره. يعني كانت رياضه الجيم، كنت بلعب جيم يعني، ودلوقتي حاليا مبطل، بس دايما كل فتره كده انزل تاني برضو تمرين، لما الاقي جسمي ابتدى النفس يقل، اللياقه قلت، ابتدي ارجع اتمرن تاني. بس الرياضه مهمه طبعا. لا، هي الرياضه ده جزء من حياتي، يعني انا اصلا دكتور، فعارف اهميه الرياضه، وعارف انها بتفيد البني ادم ازاي، وبتمنع من امراض ايه، بتغير المود، وبتخلي البني ادم يفكر صح، بياخد قرارات صح، ومصدر الانترتينمنت يعني ان انت تشغل وقتك بطريقه مفيده. يعني بمارس رياضه التنس لان هي الرياضه الوحيده اللي يقدر جميع، يعني العبها في جميع الاعمار. انا سني 67 سنه، فاقدر امارس الرياضه، ممكن العبها على الواقف، ممكن العبها في هجوم، ففي جميع الاعمار اقدر اعملها، يعني حتى لو عندي 80 سنه ممكن العب تنس. لكن في رياضات ثانيه ما اقدرش العبها زي الاسكواش والكوره، سني ما يسمحش ان انا العبها، لكن التنس ممكن العب تنس. انزله هو انا مش بمارس، بس بمرن، يعني مدربه جمباز، سن من اول 3 سنين لحد بقى اكبر، يعني سن اكبر. يعني كل ما تمارس الجمباز اكتر يعني هيبقى عندها مرونه، لياقه للجسم كده. كنت بمارس الجيم، وكنت ساعات برضو بلعب باسكت بول. الرياضه كانت مثلا بتفتح نفسي اكتر، بنزل افك فيها، بحب الحركه، بتدي نشاط للجسم وكده، ف بستمتع بيها كجزء، حاجه مهمه في حياتي، مش مجرد بلعب رياضه بس. انا بلعب بوكس بقالي مثلا 4 سنين. انا طول عمري يعني بحب الحاجات الالعاب القتاليه وكده، وانا صغير كنت بلعب كاراتيه وكده، فلما كبرت لقيت ان هي حاجه بتخليني بطلع طاقه فيها. مينلي بلعب عشان الصحة، ما بعرفش اقعد وقت في حياتي من غير ما العب رياضة، فساعات بتلاقيني بلعب جيم، ساعات بتلاقيني بلعب بوكس، ساعات بعوم. وقت اللوك داون جبت ساند باك في البيت وقعدت اتمرن وانزل اجري، لان الجيمز كانت قافلة والدنيا كلها كانت قافلة وكده. انا لما ما بلعبش رياضة يعني تقدري تقولي كده، يعني ما بعرفش اشتغل كويس، ما بعرفش انتج، ما بعرفش اركز. لو متضايق بتضايق اكتر، فانا على طول ما بعرفش اعدي يوم من غير منزل العب رياضه. يعني